انطلقت أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال الإعلامي، حيث يسعى الحاضرون لتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية في العمل الإعلامي. وسط تحديات كبيرة يلخصها التطور الرقمي ومحاولات دمج الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، ينطلق المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثالثة، دورة استقطبت الكثير من المتخصصين في المجال الإعلامي. وفي ظل الحديث عن إعلام جديد لا يعتمد على المؤسسات الإعلامية فقط، خصص المنتدى جلسات لصناع المحتوى والمؤثرين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وناقشت جلسات أخرى وضع تصورات أولية لشكل الإعلام القادم. ويتفق كثيرون هنا أن الطفرة التكنولوجية غيرت معالم غرف الأخبار، فيما تحاول هذه المبادرات التي تجمع الإعلاميين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم صناعة مستقبل مشرق للإعلام والصحافة التي اتخذت أوجهاً عدة في وقتنا الراهن قد يصعب تصويبها. إنصاف الحموتي، المشهد، الرياض. الرسالة اللي زملائنا يحاولون يوصلونها أنه نرغب أن نستفيد من كل الخبرات وكل الإمكانات وكل القدرات اللي موجودة. يجب أن نحترم العقل، يجب أن نعتز بالعلم والمعرفة اللي موجودة مع كل إنسان، وثقافتنا العربية دائما تعزز هذا التوجه، يعني طلب العلم وطلب أهل الخبرة وطلب أهل المعرفة. هذا جانب. الجانب الثاني تبادل الخبرات، وهذا مهم جدا. واليوم بس في أقل يمكن من ساعة استمعت للعشرات من الزملاء من مختلف دول العالم، من الوزراء ومن المسؤولين الإعلاميين، الكثير من الأفكار المتميزة. الهدف الثالث هو طرح ما لدينا من توجهات إعلامية بكل شفافية ومصداقية حتى نستفيد من آراء الآخرين.